يقول السائل: تقوم بعض المحلات بتوزيع بطاقات فيها جوائز وهدايا، هذه البطاقات يشترط أن يشتري الرجل من المطعم، وقد يظهر في هذه البطاقة جائزة عبارة عن سيارة أو ثلاجة ونحوها، فهل هذا جائز؟ هذا من الميسر، هذا من الميسر والقمار، لا يجوز أخذ هذه الجوائز لأنها أكل للمال بالباطل، فلا يجوز أخذها على أي شيء يأخذها، إلا يريدون أن الناس يقبلون على محلاتهم وعلى بضائعهم وعلى هذه المسابقات وهذه الجوائز غير جائزة ولا يجوز أخذها. نعم.